هيا هيا نتعلم معي. هاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم في صحة وعافية إن شاء الله. اليوم سنوصل إلى الموضوع أحب مدرستي. أحب مدرستي. اليوم سندرس إلى الجمل البسيطة. هيا ندرس معا. سنركز اليوم إلى الكلمات ذلك وتلك. كيف نستخدم كلمة ذلك وتلك؟ ذلك للمذكر. ذلك للمذكر. تلك للمؤنث. فإلى كلمة ذلك بمعنى itu. Itu kegunaannya untuk مذكر. Kegunaannya untuk مذكر. تلك untuk مؤنث. Apa itu مذكر؟ Okay. مذكر ialah kalimah yang tiada tak marbutah fi akhirnya. Kalimah perkataan yang tiada tak marbutah di akhirnya. Amma al-mu'annas, maknanya mu'annas, al-kalimah yujad, tak marbutah fi akhirnya. Mu'annas ialah perkataan yang ada tak marbutah di akhirnya. Okay, kita tengok contoh. هيا ننظر إلى الأمثلة. ذلك. تلك. هيا ننظر إلى الأمثلة. ذلك مطعم. ذلك ملعب. Okay. مطعم dan ملعب tiada tak marbutah di akhirnya. تلك إدارة. تلك مكتبة. Okay. Tengok. مكتبة dan إدارة يوجد. Ada tak marbutah di akhirnya. Jadi, ذلك untuk مذكر yang tiada tak marbutah. تلك للمؤنث yang ada tak marbutah. هيا نواصل إلى الدراسة. ما ذلك. ما ذلك. ذلك ملعب. ذلك ملعب. ذلك ملعب. ما تلك. ما تلك. ما تلك. تلك مكتبة. تلك مكتبة. تلك مكتبة. ما ذلك. ما ذلك. ذلك معمل العلوم. ذلك معمل العلوم. ذلك معمل العلوم. أيها التلاميذ، الآن ننتقل إلى الكلمة أين. 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 ما معنى أين؟ أين bermaksud di mana. Di mana. هنا. هنا di sini. هنا. هنا di sini. هناك. هناك. Di sana. Huna. Hunaka. Hayat. Nanzuru ilal amsila. Aynal musalla. Aynal musalla. Huna musalla. Huna musalla. Aynal maktabatu.
Aina al-maktabatu? Hunaka al-maktabatu. Hunaka al-maktaba. Hunaka al-maktaba. Aina al-hammamu? Aina al-hammamu? هنا أو هناك الحمام. هيا بسرعة، هنا أو هناك، اختر الإجابة. ها؟ هناك، هل هذا صحيح؟ صحيح، ممتاز. هناك الحمام، هناك الحمام. أنتم تازو. أين الفصل؟ أين الفصل؟ هنا أو هناك، اختر الإجابة. هنا أو هناك الفصل. هيا بسرعة. هنا، هل هذا صحيح؟ هيا ننظر الإجابة. صحيح، هنا الفصل، هنا الفصل. أنتم جيدون. شكرا جزيلا إلى مشاهدتكم. إن شاء الله سأراكم في مرة أخرى. مع السلامة وإلى اللقاء.